بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة عن العادات السيئة. لو واحد عنده عادة سيئة ومش عارف يخلص منها، هل عندك طريقة في بسمة أمل أنه يخلص منها؟ أيوة، عندي طريقة في بسمة أمل أن اللي عنده عادات سيئة ومش عارف يخلص منها إزاي يخلص منها. عادات سيئة زي إيه؟ سجاير بقى، مخدرات، عادات سيئة، بيغضب بسرعة، بيتخانق بسرعة، بيسوق بسرعة متهورة، مش عارف، بيعامل الناس بطريقة ما بيعرفش يبتسم. عادات سيئة في الحياة، أخلاق وحشة، تصرفات سيئة، اتعود على حاجات مش كويسة. أنا هضرب لكم مثل إزاي نتعامل مع العادات السيئة ونخلص منها. والله يا أباء ويا أمهات، والله يا شباب ويا بنات، حتة فكرة جامدة جدا. الفكرة دي مش بتاعتي الحقيقة، أنا سمعتها. هو كان صديق لي، هو من قرية اسمها شبرا زنجي في المنوفية. هو بيحكي بيقول أنا كان عندي ابني، وابني 17 سنة، وكمية الأخطاء اللي بدأ يعملها ويتعود عليها بقت سيئة جدا. سجاير بشكل مفتري بعد ما كان رياضي، باين على صحته، مش قادر يجري حاجة بسيطة في وسط أصحابه، لما ينزل يلعب ماتش كورة عمال ينهج، سهر طول الليل لغاية 5 و6 الفجر ويصحى الساعة 4 الظهر. عادات سيئة، بيتعامل مع أمه بطريقة مش لائقة، بيغضب بسرعة جدا، كمية عادات سيئة بشكل. فهو الحقيقة بقى مش عارف يعمل ايه، فافتكر ان القرية عندهم في شبرا زنجي في راجل كده قريبهم، بس راجل كبير كده وحكيم وعاقل. فهو راح، رغم ان هو عايش، صديقي ده عايش في القاهرة وابنه طبعا عايش في القاهرة، فراح للراجل دون في كبير العيلة في القرية وقال له والله انا ابني تعبني قوي. قال له هتهولي، حكى له على العادات السيئة، قال له هتهولي انا هعرف اتفاهم معاه. فراح لابنه قال له احنا هنروح القريه. ايه قريه ايه ومش قريه؟ قال له اسمع الكلام، هنروح البلد. فخده وراح البلد. الراجل الكبير كبير العيله خد الشاب الصغير وقال له تعالى معانا، هننزل شويه كده الايه للزرع، نبص على الزرع مع بعض. فالولد يعني ايه نزل معاه في الاخر يعني. مشوا شويه وقال له شايف شويه العشب ده؟ عشب صغير كده قريب من الارض قوي، ده مبهدل الارض دي وبيجيب دوده مش كويسه وكده، تعرف تنزع العشب ده؟ تعرف تشده؟ فالولد طبعا بمنتهى السهوله ام شدد العشب، سهل قوي. وبعدين ام ماشي معاه شويه، قاموا معديين على شجره صغيره قوي، قال له شايف الشجيره دي؟ شجيره يعني حاجه صغنطوطه قوي، تعرف تشيلها من مكانها؟ فالولد قال له قال له اصل دي مضايقانه هنا عايزين نشيلها. ام شايلها بمنتهى السهوله يعني، ها. ام ناقل بعديه مشي شويه شجره اكبر شويه، قال له تعرف تشيل الشجره دي؟ فالولد ايه اكبر بقى شويه، قعد ها 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 عرق بقى وكده، بس الولد ايه شالها في الاخر. عدوا على شجره اكبر منها، قال له تعرف تشيل دي؟ وبعدين بقى بس الولد ايه اصعب واصعب واصعب، عرق شالها بالعافيه. عدوا على نخله، قال له تعرف تشيل دي؟ الولد وقف عاجز بقى، قال له لا طبعا ولا اقدر، ولا بايديا ولا بفاس ولا اعرف اشيلها خالص. الراجل كبير العيله بص له قال له يا ابني عادتنا زي البذره، من السهل انك تتعامل معاها وهي لسه بذره. عشب صغير تقدر تنزعه، شجره صغنطوطه تقدر تشيلها، لكن كل ما تتاخر وتسيب عادتك السيئه بتحول تبقى نخله مش ممكن تنزعها ابدا، تقف عاجز قدامها. يا جماعه لما تبدأ، محدش بيبدأ عادة سيئة بعادة سيئة، امال بيبدأ بإيه؟ بخاطرة، بفكرة. تيجي تشرب سجاير؟ تيجي تشرب مخدرات؟ حاربها، لأنك لو حاربتها في أولها هتكون عليك سهلة، لكن لو حاربتها في منتهاها هتبقى صعبة جدا. لما تجيلك خاطرة سيئة، كل العادات السيئة بتبدأ بخاطرة، حاربها، لأنك لو ما عملتش، لو ما حاربتهاش هتبقى همة عايز أعمل كذا. حاربها، لأنك لو ما حاربتهاش هتتحول لإرادة عايز أعمل كذا. حاربها، لأنك لو ما حاربتهاش هتتحول لعمل وفعل فعلا. حاربه، لأنك لو ما حاربتوش هيتحول لعادة يصعب عليك انك تسيبها. لو كنت حاربتها في الاول وهي لسه عشب صغير ولا شجرة صغيرة كان ممكن تنزعها، لكن لما تحولت لحاجة كبيرة لا يمكن تنزعها. يا شباب ويا بنات، عادتنا السيئة نقدر ننزعها وهي لسه في اولها. ارجوكم اول ما تبدأ عادة سيئة حاربها قبل ما تتحكم فيك وما تقدرش تغيرها، ساعتها مش هتعرف تبتسم بسمة امل. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.